جدول نسبي، والعبقريين العباقرة الفطاحلة اللي بوزارة التربية، هي ناخذها من مسماها وزارة التربية، تربي تخرج تعلم، يعني تعطينا أجيال هذا البلد. بس هناك البعض من الأخوان، يا أخي أنت والله عبقري، أقسم بالله فيكم صفات مسؤولين في وزارة التربية عباقرة، ودي أمسك معدانيك، مو لا ما هزك، أبي ببوسك، بهز ببوسك، بوس بوس يا أخي، أنت عبقري، هالرأس هذا يا أخي حطه بالثلاجة، مو تجور ثلاجة، خاف علي أحفظه من 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 الذكاء الخارق. يوم عن يوم مصيبة يطلعوننا، يوم عن يوم تفتعل بعض الأزمات عندنا في وزارة التربية. يا أخي عندكم أزمات مفتعلة بالأساس، صيانتكم، مدارسكم المتهالكة، مدرس الخصوصي، الحقيبة، التطور التربوي اللي حاصل بالعالم، شنو دوركم؟ ما في دور. زين، خذيتها في أكثر من زاوية، قيادي بالوزارة وأنا مسؤول على كلامي، مدير منطقة، مدير مدرسة، مدرس أول، معلم، باقي بس بواب للأمانة، وليس تقصيرا في هذه المهنة. سألتهم عن النسبة أو الوزن النسبي، أقسم بجلالة الله لا يفقهم فيه، خذيتها بهذه الزاوية، قلت لي ما يعرفون يا جماعة، يلف ويدور. أقول زين سؤال، حطيتهم هذه الفكرة، مردودها على الطالب والطالبة شنو؟ شنو اللي ناخذه إحنا نستنتجه؟ ما في. زين أنت حطيت شيء، لازم في مقابل. أنا لما أرسم يعني دائما ترسم شيء لهدف، لغاية، لأمر ترسمه، لا يوجد، أخذوه فغلوه. زين شو السبب؟ ما ندري. هي مدام سموها يعني هذا الجدول أمامكم مشاهدين الكرام، يا أخي ما بورصة، اقتصاد، أرقام يعني خزائن بنوك، لا نعلم فيها شو اللي قاعد يصير. إذا أحد فيكم عرف اللي محطوط، عطيني الجدول مرة ثانية خليني بشوف، إذا أحد عرف يا ليت يفيدني يتصل علي عشان نفهم، أنا حاولت أوصل ما قدرت. الجدول النسبي شو الأسباب؟ مشكورة اللي حطوا هذا الجدول، مدراء مدارس منقينهم، تزعمهم أحد الأخوان اللي أعطوه كلفوه في هذا الأمر. زين حطيت هذا، شو الهدف؟ شو الغاية؟ ظاهرها شيء وباطنها شيء. ظاهرها انه والله نبنيهم يلتزمون في الحصص، وباطنها ما نبي ولا نشوف رقعة اي مواطن كويتي يوطوط في جامعة الكويت او البعثات. زين ما دام اسم الجدول النسبي، اتمنى من القياديين والمسؤولين خلال حلقتنا يضبطون سحكيتهم ورجفيتهم ووزنيتهم، لان راح اقلع فيكم 200 وبشوف ردكم، نفس ما عومستم وضيقتم خلق اولياء وبنات وابناء طلبتنا، لازم تذوقون اللي انتم سويتوه. شنو الهدف منها وزارة التربية؟ شنو اللي انتم حطيتوه؟ شنو اللي انتم انتجتوه؟ حطينا هذا شنو نبي فيه؟ انا دائما اقولها مرارا وتكرارا، اي جريمة ترتكب في دولة الكويت ابحث عن تاجر، وين تروح مصلوحها؟ حط لك ورقة وقلم وشوف وين مصلوحها تروح، اتجه اتجاه انحراف كلي لجامعات خاصة. دائما تعودنا في نهاية العام الدراسي ان معالي الوزير والجيش البشمرقة اللي معاه قاعدين، يلا نتصل على الاولى، ما في ولا بنت ولا طالب هذا العام، لا كويتي ولا وافد، الكل سواسية، راح تدقون على البنشرتي سحكية ولا رجفية ولا وزنية؟
ما في نسب مئويه، ما عندنا نسب مئويه، طيرتوها. ابن امه وابوه اللي يجيب بالتسعينات، هذا عبقري واسميه، هذا اعطيه كاس العالم يلف يركض الكويت فيها، يدور فيها الكويت. شو الهدف من النسبه او الجدول النسبي؟ ما حد يعلم. انا اقولها ومسؤول على كلامي واتحداه. يا اخواني لما يطلع قرار نفس هذا ويكون بالامس اعتصام في ساحه الاراده ويكون لها رده فعل في الشارع الكويتي ويكون تفاعل في برامج اعلاميه، ما في واحد مسؤول يطلع ويشرح الوضع يقول سوينا هذه الخطه لهذا الهدف لهذا اللي نشوفه. لا ارى، لا اسمع، لا اتكلم. مع الوزير الدكتور بدر العيسى، انت توك فريش، ارتاح حبيبي ارتاح. نبي معلم معالم وزارة التربية مريم لوتيد، انت ايش قاعد تسوين بالوزارة؟ شو التخبطات اللي قاعد تصير؟ دورك مو قص اشرطة، دورك مو توقفين لي ناس ويصورون عندك، دورك تراعين وتتفاعلين وتجاوبين مع اي قضية تهم وزارة التربية. يشهد علي الله يا مريم ترى ما شارك في وزارتك الا حس بعض القياديين اللي موجودين فيهم في وزارة التربية، ولا انت ما فيه تسمينها سياسة؟ لا مو سياسة، لا نعرف من اجل هذا البلد من اجل ابنائه، لا نوصلت لا مكتبك نجيت لا مكتبك، ما تعرفيننا بس نعرفك علينا. ارجع لارشيفنا وتشوفين السواد اللي سويناه في اي مسؤول يتقاعس مع اي شخص. ليش ما طلعت المؤتمر صحفي وعقبتي بما ذكر؟ اطلع انت المؤتمر يا اخوان، اناشدكم استحلفكم بالله، فيكم احد شاف مريم لوتيد طالعه بلقاء صحفي او بتلفزيوني شرحت خطط المستقبليه؟ عندهم نظره المستقبل بخطط وتطلعاته واحلامه، عندهم الحاضر بمتطلباته وتحدياته وطموحاته، عندهم الماضي بخبرته واثارته وعراقته؟ لا يوجد شيء. سياسته مقرط بالكرسي لا تده، السبسل راض فلان وحب راس فلان وطبطب على فلان كرسيك هذا، لا يبي تغير الزمن، الامور تغيرت يا استاذه. بالامس ابنائنا بدل لا يقعد بالويكند ينفس عن نفسه ويريح عن نفسه عن ضغط اسبوع الدراسي، خلاهم ساحه الاراده يطلعون ويجوا لك المتكسبين اعضاء مجلس الامه طاق طبوله واستجوب ولا حبيبي اتحداك من الان، منو عضو مجلس امه يبي يستجوب وزير التربيه؟ خليه يروح. طلعون تبون يعطيكم، تبون مواد الله ما كثر مواد عليهم لا ستار، ونشوف امور كثيره من خلال برنامجنا ان شاء الله. خلينا نشوف هذا التقرير عن اعتصام الطلبه. هذول اللي طلعوا بالامس بساحه الاراده ايش يبون؟ يبون حقهم، لكل فعل رده فعل. لما راينا هذول طلعوا ايش السالفه؟ ايش اللي صار؟
لازم يتجاوبون الاخوان في وزاره التربيه. صمت القبور، بس دائما لشفافيتنا في البرنامج دائما ناخذ اصحاب الشان. معاي اخوي رشيد الهاجري رئيس مجلس اتحاد طلبه ثانويه الكويت. رشيد مساء الخير. النور اهلا وسهلا. حياك الله، وانا يعني شاكر لك على استجابتك ومشاركتك بحكم انك انت المتحدث الرسمي بما يجري لطلبه الكويت من الوزن النسبي. رشيد لك دقيقتين، تحدث بما تريد. بسم الله الرحمن الرحيم. اشكر قناه شاهد على تفاعلها وتجاوبها مع قضيه الطلبه اللي ما تزال حساسة في جميع المجتمعات. وزارة التربية ما تزال من عام 2011 إلى اليوم تفاجئنا بكل شهر نوفمبر بقرار يصب في خراب أو يصب في تردي مستقبل الطلبة. أنا بتكلم باختصار بالوزن النسبي لحظة، ما راح أتكلم بالمناهج ولا طرق التدريس، ولا أتكلم بالميزان المواد العامة، لأن هذا كله تقع في وزارة التربية بمخالفة واضحة صريحة لقوانين اليونسكو اللي أصلاً وزارة التربية عضو وتوقع على جميع قرارات. الوزن النسبي اللي يجعل المواد تتفاوت في النسب هذه مخالفة دولية قانونية في اليونسكو ومخالفة في الدستور أصلاً، لأن الدستور كفل التعليم، والدستور يتكلم عن المساواة في جميع نواحي المجتمع. كيف تكون مادة مثل الحاسوب أو مثل الدستور أو مثل القرآن الراسب فيها يعيد العام ويأخذها معه للعام القادم، وتكون نسبتها تختلف عن نسبة الإنجليزي والرياضيات وبقية المواد؟ هذا أمر تعجيزي جداً، لأن يعني المواد كلها يجب أن تتساوى في النسبة العامة، في النسبة العامة. فأنا نصيحتي ومن خلال احتكاكي بالطلبة كمعلم، أنا أنصح وزارة التربية أن لا تضطر الطلبة وأولياء الأمور. الأمر لن يقف إلى حد وزارة التربية، بل سينتقل جميع مؤسسات الدولة في تغيير كل ما من شأنه يضيق على الطالب وعلى ولي الأمر وعلى المواطن. إذا كان وزارة التربية عاجزة عن حل القبول في الجامعات نجد لها حل. وزارة التربية عاجزة عن حل المواد السهلة وأن ترفع نسبها وتنزل نسبها، موجود الحل كخبراء ميدانيين على وجه الخصوص. أما هذا العبث الذي تفاجئنا فيه وزارة التربية في كل عام من الدرجات عام 2011 إلى المناهج طرق التدريس عام 2013 إلى الوزن النسبي عام 2014، السؤال أنا أطرحه لوزير التربية، السؤال من هو المستفيد من قانون الوزن النسبي على مستوى البلد جميعا؟ هذا السؤال. والنصيحة أنا أنصح وزير التربية أن لا يقع في فخ الوكلاء كما وقع الوزير السابق أحمد المليزي في فخ الوكلاء، وقدم قانون الدرجات الذي تم إلغائه شهر 4 أبريل بأثر رجعي. هل تنتظر من الطلبة أن يخرج مظاهرات ومسيرات واعتصامات حتى يعود؟ رشيد، هل هناك مظاهرات قادمة أو اعتصامات قادمة على مستوى مدارس دولة الكويت؟ والاتحاد بما أنه هو تقريبا من بيانه التأسيسي في عام 2011 نزل بالجريدة الرسمية إلى اليوم، ويدعو إلى الإصلاح التربوي من خلال المناقشات والمحاور رفيعة المستوى بحيث لا نرجع إلى الشارع. كون الوكلاء والوزراء والمسؤولين يغلقون ابوابهم، فاضطر الاتحاد ان ينزل الشارع، والاتحاد دعا دعوه رسميه الى تعطيل الدراسه غدا، خصوصا الصف العاشر والحادي عشر، والاعتصام امام الوزاره، وراح يكون كل يوم اثنين باكر، يعني اي باكر 24/11 راح يكون كل يوم اثنين اعتصام امام الوزاره وتعطيل الدراسه. لا تضطر الوزاره الطلبه واولياء الامور الى ما يريدون اصلا. أنا شاكر لك يا أستاذ رشيد الهاجري رئيس مجلس اتحاد طلبة ثانوية الكويت، شاكر لك يا أستاذي، شكرا لك. سمعنا وجهة الطلبة ورايهم ومعاناتهم. هناك طرف آخر يشارك أولياء الأمور. معاي أخوي سلمان العنيزان بالنيابة عن أو بالإنابة عن أولياء أمور الطلبة.
سلمان مساء الخير. مساك الله بالخير وعساك على القوة. الله يقويك. بداية تعليق بسيط، نتمنى الشفاء لبنتنا آمنة وجميع مرضى المسلمين أجمعين. آمين. وحنا نعرف أن أعتقد في مرسوم أميري أن الطفل اللي أقل من 3 سنوات يسافر للعلاج بالخارج بدون لجنة، هذا اللي نعرفه إحنا. ونقول حق وزير الصحة، في دول الدول المتحضرة بل الدول الغير إسلامية عندها جمعية بالرأف بالحيوان، ترأف بالحيوان، فما بالك انتم يا المسلمين الانسان قاطينه عندكم. هذا تعليقي بس على العوارض. الله يجزاك الله يجزاك، هذا واجبنا يا سلمان. بالنسبه اما بالنسبه لمشكله الوزن النسبي، انا ما راح اتكلم عنك يا الحين يا المريم الوتيد، انا بس بذكركم في الله يرحمه استاذكم واستاذ الديمقراطيه احمد الربعي لما قال وزير هذا المكتب مو للتشريف، هذا المكتب للتكليف، وقال لجميع المدرسين والموجهين ووكلاء الوزارات، الطالب الربع درجة ليش تحذفونها منه؟ لما يحصل ربع درجة بهذا السؤال وربع درجة بالسؤال الثاني راح يصير عنده نص، فصار عندنا شيء اسمه 67.5 و99.5، عطاه الربع درجة الله يرحمه أحمد الربعي. ومريم الوتيد لو يجيب الطالب 100% تعطيه 91%، وفي مصر الطالب لو في شيء عندهم 107%، عرفت شلون؟ نعم. يعني اذا في لاعب او انسان فنان اعمال جليله تعطيه الحكومه المصريه 6 درجات. هذا بالنسبه للكلمه، انا اقول لاولياء الامور الوزن النسبي والله العظيم هو جريمه بحق الطالب الكويتي، راح يخلون اولادكم الكويتيين يعيشون في 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 الازقه مثل ما قالوا، يخلونهم عايشين بالشوارع لدرجة أنه يخلي الولد يقول ما عاد بدرس، أبقعد بالشارع، أبروح ألعب كورة، أبروح أضيع وقتي بالمجمعات. يا أولياء الأمور، أنا شفت مو أولياء أمور كويتيين، شفت أولياء أمور مصري وسوري وفلسطيني ومن جلاسة عربية موجودة جايين واقفين بساحة الإرادة يناشبون أعضاء مجلس الأمة وغيرهم ويقولوا لهم أنت ليش تأخذ مني 7 درجات، أنت ليش تأخذ مني 6 درجات، مو من حقك، هذا حقي. شوف وافد موجود في بلد مو بلده وقاعد يطالب بحقه، الكويتيين قاعدين بالديوانيه شاي وزقاير ويطالعون والله عافية عليهم يجيبون حقنا. اطلع ولي الامر، تبي تخلي ولدك يهد المدرسه ويروح يوقف عند وزاره التربيه الصبح ليش؟ اطلع معاهم ووقف، ما يجي حقك الا عن طريق الاضراب الحقيقي، هذه المعارضه الصحيحه، هذه المعارضه ما هي مزيفه ما فيها تصنع، انت قاعد تتكلم على مستوى مصلحه بلد. ويا مريم الوتيد اليوم في تصريح من الجامعه يقول لك يفكرون يرفعون نسبه دخول الجامعه، يعني اشتغلتوا على ابنائنا الطلبه، وين بعدين وين حفاظكم على الثروه القوميه؟ هذول الشباب، والامير حفظ الله يقول ديروا بالكم على الشباب ثروه قوميه، بتدمرونهم. من اللي يقدر يدرس على الوزن النسبي؟ ومثل ما تفضلت ببدايه كلامك يا ابو خالد، شلون تاخذ مني هالسبع درجات او 3 درجات بالوزن النسبي؟ احسبها لي وانا موافق معاك. وإذا عندكم نسبة تناسب نزل من معدل الجامعة، مو ترفع من معدل الجامعة تسحب من الوزن النسبي للطالب. أولياء الأمور أقسم بالله العظيم أنكم شعب ما تستحقون للاحترام ولا التقدير ولا الجنسية اللي معاكم إذا ما وقفتوا مع أولادكم، إذا ما وصلتم صرتوا على قدم وساق، وقفتوا عند وزارة التربية وطلعتوا مريم الوتيد تتواجه معاكم، مو عضو مجلس أمة يطلع لكم يتكلم نيابة عنكم، أنتوا الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية هي اللي تقدر ترد حقوق أي شعوب. إنما تقعد مريم الوتيد بمكتبها ومجرد تنزل تصريحات زيادة مواد، الحين يطبقون على الابتدائي مادة اسمها الفرنسي، هم عربي زين يعرفون، قوم تحط لهم فرنسي وإنجليزي، وزايدين الحين عليهم مادة في الدستور ويقول لك هذه مهارات، احنا ما لنا مال المهارات مكتبة عامة يروح واحد يتعلم فيها إن شاء الله. احنا نبي المواد الأساسية. سلمان جزاك الله خير، وهذا رايك ويحترم، الله يرحم والديك، خليك قريب منهم بالحدث، الموضوع ما هو سهل ابد ان شاء الله. شكرا لاخوي سلمان العليزان، يعني بالانابه عن اولياء امور الطلبه سمعنا وجهه راي الطلبه واولياء الامور. احنا نتمنى من العزيز الحكيم الاستقرار في الكويت في كل شيء، في كل شيء، لا مع اعتصام ولا مع مظاهره ولا مع اي من انواع العنف أو أنواع اللي تهيج في دولتنا الكويت. بس الأخوان قال شحادك على المر، قال غير أمر منا،
يا أخوان حلفت باسم العزيز الحكيم لا أحد يفقه فيهم في الوزن النسبي. يا أخوان زين شلون حطيت زين سؤال النائب عودة الروعي حياك الله سعادة النائب وأنا شاكر لك على الاستجابة لفريق البرنامج وموضوع حلقتنا وحديثنا عن الوزن النسبي وبالأمس كنت أنت من الأخوان متواجد معاهم وبحكم أنك رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة أستاذي لك دقيقتين توضح هذه الملابسات التي حصلت بالأمس وردة الفعل في الشارع الكويتي. بسم الله الرحمن الرحيم شاكر لكم اهتمامكم بالقضية. الله يرحم والديك. لكن هو ما في ملابسات الأمر واضح كل يعني واضح وضوح الشمس ما يعني لا تسمى ملابسات القضية وما فيها أن وزارة التربية يعني أخطأت في احتساب الوزن النسبي وأصرت على الاستمرار فيه رغم الأخطاء اللي فيها واللي تمس شريحة كبيرة من أبنائنا الطلبة من مستوى العاشر مستوى الحادي عشر مستوى الحادي عشر هذه السنة ومستوى العاشر السنة اللي فاتت اللي امتدوا والسنة الجديدة هذه بالعاشر اللي تو التطبيق عليهم. إذا احنا بنتكلم عن هذه القضية هذه قضية يعني أعتقد أن لا يختلف اثنين من الإحصائيين أو المهتمين بالمقاييس التربوية بأن خطأ معياري وخطأ مقياس سيكومتري موجود في الحسبة اللي هم حاسبينها. وطبعا هذه الأمور احنا ما ودنا نتكلم فيها حاليا. أنا كنت أتمنى أن واحد من اللجنة أو من الإخوان اللي كتبوا اللجنة يعني نقدر يعني كياناتهم وأيضا شخصهم لكن احنا نتكلم عن قضية مس كبير من المجتمع الكويتي خاصة الشباب وأيضا النشأ اللي هم عماد المستقبل هم أيضا المستقبل اللي احنا نرجو لهم أنهم يكونون يعني دائما احنا تحت دائما يكونون تحت رعاية نعم دكتور عودة لو نعم بس النقطة اللي بذكرك إياها يعني فاحنا اهتمامنا زبدة اهتمامنا راح يكون على الشباب والمستقبل اللي احنا عايشين الحاضر يعني دائما احنا نشكو من الحاضر نحو انه يكون عندنا مستقبل افضل. نعم اذا انت تبي بالحيثيات تدفق بالمعدل انا اقول لك يا باختصار مدرسين كثار يعني انا اسالهم يقولون والله احنا ما احنا عارفين ايش وانا قلتها يا دكتور لكن هذا غير صحيح ان اولا يعني هو غس عفوا من 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 الاسف ان هذا يكون هو الصحيح ان المعلم ما يعرف حساب وقيادي بعد يا دكتور لا يعلمون شنو وضع الوزن النسبي انا سالت قيادي في الوزاره سالت مدير منطقه سالت ما حد يعلم انا كلمت معالي الوزير وكان حديثي معه امس واضح وقبل كان معه واضح وعد بانه راح يحل المشكله اليوم لكن يبدو ان هناك امر ما احنا اذا كان هذا الامر شنو الامر ما دكتور ما نعم يعني هل ضغوطات من بعض او مجلس الوكلاء قدر انه يقنع الوزير في امر على خطا هم مو راضين يعني يتركون نعم. خطاهم نعم امر يعني انا صراحه يعني اتمنى من الوزير انه يعيد النظر فيها دكتور وانا متعشم بانه يقدر يصنع القرار الفارق في هذا نعم. الموضوع دكتور. لكن اذا هو عفوا اختار انه يكون مع هذا الخطا اللي راح يكون خطيئه واستمرار فيه فاحنا يعني ما بيننا وبينه الا يعني الا ادوات الدستوريه اللي نستخدمها اللي اعتقد بانها يعني في مجالها وايضا في محلها حتى لا يقول بعض الاخوه انت ما اعطيته فرصه خاصه ان الوزير جديد احنا ندري انه جديد لكن انا اتكلم عن خطا واضح هل التراجع عنه او الاستمرار فيه انا اتكلم عن التراجع عن الخطا اذا دكتور عود عشان دكتور يدنا ممدوده له دكتور عشان تدارك الوقت وعشان الوقت قاعد يداهمني لو اضطر الامر تقديم استجواب لمعالي وزير التربية هل الدكتور عودة راح يقدم هذا الاستجواب من أجل مصلحة الوطن والمواطن بكل سرور وبكل فخر إن كفو. راح نستخدم جميع الأمور المتاحة لنا حتى نعيد الحق لأصحابه جزاك الله خير للشباب والإخوان عيالنا وأيضا مستقبل بلدنا شكرا لك النائب دكتور عودة الروعي على مداخلتك وجزاك الله خير وكما سمعتم قال إذا اضطرت الأمور سوف أستجوب معالي وزير التربية والتعليم وقالها أخوي سلمان قبل قليل أو قالها أخوي إرشيد الهاجري قال يا معالي الوزير الوكلاء لا يودونك الاتجاه بمن سبقك من الوزراء في هذا الشأن